وان هو يتحط في خامس سادس موضوع بعد كذا موضوع تاني ده مش احنا كده اهدرنا حقه شوية. واشتكي لكم علاء برضو لان هو خد جزء كبير من وقتي. طبعا هو هي كانت مقصودة ان هي تتحط في الوقت ده لان عشان تبقى الحضور اكتر، ما هوش مقصودة الدكتور محمود مش معاندني او الدكتور عماد مش معاندني، هي عشان الحضور يكون اكتر. هي الاريزميا كموضوع كابروتش هو موضوع كبير قوي، بس احنا لخصناه في الاريزميا يعني الامرجنسي الابروتش بتاعها والمانجمنت. ما ينفعش دكتور قاعد في رعاية او استقبال او حتى عيادة ان هو ما يعرفش ازاي يابروتش ويعرف الاريزما دي ايه ويستفيد بيها. هي الصوره دي معناها ان هو يقدر يحسن الاوتكم بتاعه البيشنت بخطوات محسوبه ويطلعه باوتكم يقدر يفيد العيان ويقدر يمنع عنه اي ريفرس افكت. في الاول احنا عندنا الانترودكشن بتاعنا اللي هو الكوندكشن سيستم بتاعه الهارت، هو ده اللي بيعرفنا الكوندكشن ماشي ازاي. بتبتدي بالاس اي نود وبعد كده بيتفلتر بالاي في نود دي للفنتريكل من الاتريوم للفنتريكل، والفنتريكل نفسه بيسنكرونايز الكونتراكتيليتي دي بالرايت باندل والبركنجي فايبرز واللفت باندل عشان يقدر يكونتراكت كله في سنكرونايزيشن ويطلع لنا الكاردياك اوتبوت دي. طبعا عشان نقدر نعرف ايه الابنورمال لازم نعرف ايه النورمال. يعني النورمال في الويفز بتاعتنا هي البي كيو ار اس تي، كلنا عارفين الحكايه دي. البي ويف دي الاتريال ديبولاريزيشن، البي ار ويف دي ده الفرق ما بين الاتريال ديبولاريزيشن والامبلس دي في الاي في نود لحد ما يوصل للفنتريكولار ديبولاريزيشن. الكيو ار اس ريبريزنتنج الفنتريكولار ديبولاريزيشن، والتي ويف دي الريبولاريزيشن، وبتبتدي بعد كده سايكل تاني. برضو عشان نقدر نعرف احنا ايه في احنا في اريزميا احنا مش احنا في سوبرا احنا في كده، لازم نعرف ايه النورمال هارت ريت بتاعنا، وهي بتفرق حسب الايج. يعني من النيونيت اللي هو الاويك والسليبنج ريت اللي هو كان قايلها الدكتور محمود في اول محاضره اللي هي من 100 ل 205. هي طبعا دي الريتس بتاعتنا، هي بتفرق لما بيكون حد ادلت بيجي يبص كده على المونيتور بتاعك يقول لك ايه الحد ده العيان في سوبرا، هو مش في سوبرا، هو ده عيان نورمال بنورمال هارت ريت يعني. طيب الاريزميز بتاعتنا احنا قسمناها ل 2 مين كاتيجوريز اللي هو البرادي والتاكي اريزميز، تسهيلا للناس ان هي تقدر تستكشف ايه الايمرجنسي الاريزميز يعني. طيب البرادي اريزميا ما يعني في ساينس برادي كارديا اللي هي بلي نورمال رينج فور ايج، يعني الرينج بتاعها بلو، بتحصل في ميديكال كونديشنز كتيره، في الهايبوثايرويديزم، في عيانين يعني اكسبوجر تو كولد، اي حاجه زي كده. طيب الاي في بلوك which is should ring a bell ان احنا دي لا دي emergency ولازم يعني نتصرف فيها في اسرع وقت ممكن، حتى لو انت في يعني نيونيت انت وانت بتستقبل العيان من يعني بعد الولاده انت ممكن تلاقي العيان في congenital heart block، هو مش diagnosed، هو المفروض يبقى diagnosed بدكتور النساء اللي هو متابع الحالة دي، بس انت يعني بتكتشفه اول مرة قدامك يعني. طيب ايه النوع ايه انواع الاي في بلوك؟ يعني اللي هو احنا عارفينها الفيرست والسكند والثيرد ديجري هارت بلوك. الفيرست ديجري هارت بلوك الكوز بتاعتها هي يعني مور اور ليس هي نفس الكوز بتاعت كل بلوك، هو مايكاردايتس او انهانسد فيجل تون، الكترولايت ديستربنس، ودي يعني بنشوفها كتير في العيانين الكاردياك عندنا لما بتدي فلوزيمايد بتدي اي دراج بيساعدك انك بتلوز الالكترولايتس دي فبيبقى في ديستربنس عندك. هايبوكسيا مايوكارديال انفاركشن بنشوفها برضو في العيانين عندنا، في عين الترانكس عيانين اللي هو التي جي اي اللي هو بيعمل سويتش، انت اي لعب في الكورونرز دي ممكن يعمل لك اسكيميا وممكن ياثر لك على الكوندكتيف سيستم بتاعك. كاردياك سيرجري، الدراجز زي ما قلت لكم، والانترنسك اي في نودل ديزيز. طبعا زي ما شايفين في الاي سي جي ده اللي هو برولونج بي ار انترفال اكتر من 5 مربعات، احنا شايفينها هنا بتاع 7 مربعات مثلا. ممكن تباس ان نوتسد، ممكن تباس ان نوتسد والعيان ما يبقاش ما فيش اي سيمتومز فيه. طيب السكند ديجري هارت بلوك هي بتتقسم لاثنين اللي هي
موبتس تايب 1 وموبتس تايب 2 اللي هي نوعين السكند ديجري هارت بلوك، برضو نفس الكوز بتاعتنا مينلي، والكاركترستكس بتاعتنا بيحصل برولونجيشن بقى للبي ار انترفل لحد لما تضرب بي ويف كده. ممكن تسبب ايه؟ ممكن تسبب يعني بريسنج كوب، يعني العيان بيبقى جاي لك يعني لو بيبيز يعني بيبي صغير او بيبي يعني يا دوب بيلعب في الجاردن او بيلعب في الحضانه بتاعته، بيقول لك ان هو مره كده حاسس ان هو دايخ وعايز يقع. انت بتاخد الحكايه دي لايتلي؟ لا ما تاخدش الحكايه دي لايتلي، يو شود انفستيجيتد، يو شود دو ان اي سي جي، لازم يعني تنفستيجيت حاجه زي كده. سكند ديجري برضو مور اور ليس هي حاجه زي كده، بس البي ويف نفسها يعني بتبلوك الكيو ار اس اللي بعديها، تمام؟ فبتبقى عندك اتنين بيهات كده زي الرسمه اللي انتم شايفينها دي. يعني بتبريديسبوز لايه؟ السينكوب، يعني عيان يعني اللي هو السينكوب، ودي برضو لازم تبقى انفستيجيتد يعني. ثيرد ديجري دي بقى الايفي ديسوسيشن، انت بتلاقي اي يعني البيهات كيو ار اس ما لهاش علاقه ببعضيها، ما فيش اي علاقه ما بين ده وده. بتحصل في ايه؟ بتحصل ازاي؟ مايكاردايتس، كاردياك سيرجري، او كونجنتال هارت بلوك اللي احنا لسه متكلمين عليه دلوقتي. وهي الكونجنتال هارت بلوك دي حاجه مهمه جدا، لان هي يعني نسبه كبيره من البيبيز اللي هي بتتولد بكونجنتال هارت بلوك هي بتموت، مش دايجنوزد ومش معروف ان هي لا ممكن تتعالج. وممكن احنا هنا عندنا في السنتر يعني كذا عيان بيجي وبيركب البيس ميكر وبيعدي عادي وبيمشي عادي. طبعا السمت ساعتها اللي هي السينكوبيا. طيب الامريكان هارت اسوسيشن هي ما خلتناش نفكر، انا مش زي القبليه هيقعد يقول لك اصل وفصل وبتاع. انا تو ذا بوينت، انا هقول لك انت تشوف ايه وهتعمل ايه. هي ما فيهاش تفكير، لانك بتبقى تيم ليدر ولازم تتصرف في الحكايه دي، او ضمن التيم ولازم تكون سينكرونايزد مع التيم كله. طيب براديكارديا وذا بالس اند بور بيرفيوجن، دي غالبا بتبقى بور بيرفيوجن. اولا احنا الاي بي سي دي، تمام؟ انت بتمنتن الاير واي، بتدي اوكسجين، بتكاردياك مونيتور الريذم، وبتركب بسرعه الاي في او الاي او لاين بتاعك. ولو في وقت البيبي عندك بيرفيوزد او كده، انت بتعمل 12 ليد اي سي جي عشان تقدر تشوف ايه المشكله. طيب في كارديو بالمونري كومبرومايز ولا ما فيش كارديو بالمونري كومبرومايز؟ يعني اخد نفس ولا ابتدي اتصرف على طول؟ تمام، اخد نفس يعني ما فيش كارديو بالمونري كومبرومايز، ما فيش هايبوتنشن، ما فيش ساينز اوف شوك او كده. هسابورت بمجرد باوكسجين باوبزرفيشن، وبعد كده بقى اخد وقتي ان انا اتصل بالالكتروفيسيولوجي تيم، تعالوا شوفوا البيبي ده ايه مشكلته، هل هنركب بيس ميكر، هنوبزرف، هل هندي ميديكال تريتمنت ولا لا. طيب لو البيبي ده كومبرومايزد ويعني الهارت ريت اللي هو عندنا اللي هو بيفرق اللي هو 60، هو اقل من 60 عندي مش زي الادلت، احنا اقل من 60 ابتدي السي بي ار. يعني انت في يعني بتستقبل بيبي ولقيته الهارت ريت بتاعه عمال بينزل ولقيته اقل من 60، كونتينيو سي بي ار، يعني ابتدي سي بي ار. طيب هنبتدي السي بي ار، ويعني لو برادي كارديا بيرزست هنبتدي ندي الابينفرين وندي الاتروبين. ممكن نقلل الفيجل ستيميوليشن زي ما قلنا ان هو موست كومن كوزز بتاعتنا ان هي اوفر درايف فيجل ستيميوليشن، ممكن نقطعها بالاتروبين ده. ما حصلش، طيب لا يبقى احنا كده ممكن نفكر في البيسنج اللي هو يا الترانس كاثر او ايبيكارديال يا ترانس فينس او ايبيكارديال بيسنج. طيب الدوزز طبعا دي يعني ما فيش حد في رعايه او في استقبال لازم يكون حافظ الدوزز دي، ما ينفعش ان هو يعني ما يكونش حافظها. طيب دي البرادي كارديا او البرادي اريزميا عامه يعني. طيب التاكي اريزميز في كذا نوع، بس انا يعني اخترت اللي هو الكومن عندنا اللي هو الاتريال فلاتر، اللي هو الريت بتاعه بيبقى حوالي 30، وكلنا عارفينه طبعا من ايام الكليه، وهو محفوظ في التريسنج اللي هو السو توث اللي هو اول ما بيتشاف هو ما لا يخطى يعني. والفنتريكولار ريت بتاعنا اقل طبعا من الاتريال ريت.
او السوبرا فنتريكولار تاكيكارديا الاس في تي، دي حاجه برضو لا تخطأ وما ينفعش ان انت تكون دكتور ما تعرفش يعني ايه اس في تي. يعني الهارت ريت بتاعنا بيبقى اكتر من 220 ابسنت او اب نورمال بي ويف، الار ار انترفال كونستنت، والنارو كيو ار اس. الفنتريكولار تاكيكارديا هي المونومورفيك او البوليمورفيك، الهارت ريت بتاعنا 120. طبعا احنا بنشوفها بالويفز الكبيره دي كلها، ما فيش ما يعني ما بتلاحظش اصلا بي ويفز، اوفن نون ايدنتيفايبل اند وين بريزنت مي بي نوت ريليتد كيو ار اس. والكيو ويف بتبقى اوبوزيت بولاريتي من الكيو ار اس. طيب برضو ما سابوش حاجه للصدفه، الامريكان هارت اسوسيشن، انت عيان بالتاكاريزميز دي يا اما كومبرومايزد يا اما مش كومبرومايزد، وهتقدر تتصرف فيه ازاي. اول حاجه انت بتنيشلي بتاسس البيشنت قدامك، عيان جاي لك في الاستقبال، انت بتشوف الاي بي سي بتاعته وبتقدر تظبطها له. يعني نفس الحكايه تقدر تعمل 12 ليد اي سي جي لو العيان مش كومبرومايزد. طيب لو شوف عملت الواد يعني اللي قدامي ده مش كومبرومايزد، بشوف 12 اي سي جي، دي ساينس تاكيكارديا، لا خلاص يا جماعه طب نبتدي بقى نفكر في ايه الكوزز. دي فيفر، ده عيان ثايروتوكسيك اسحب له الثايرويد بروفايل بتاعه ولا ايه بالظبط. search for the cause and treat it. طيب الحاجه الثانيه هو compromised بقى، يبقى نبتدي نفكر ايه الوضع بتاعنا يعني. طيب لو compromised نارو ولا وايت كومبلكس بقى. طيب نارو كومبلكس ده most probably SVT. ال SVT احنا كلنا عارفين التريتمنت بتاعها، لو العيان يعني ما فيش حاجه تو بي تريتد احنا بندي الادينوزين بتاعنا. يعني الادينوزين ليه طريقه معينه ان هو بيبقى البوش ما يعني وفلاشنج وراه على طول. لو في اي كومبرومايزيشن احنا بنبقى مجهزين بالدي سي. طيب لو فينتريكولار تاكيكارديا يعني لو وايد وفنتريكولار تاكيكارديا دي بنبقى يعني بندي الدي سي شوك على طول تمام سينكرونايزد، وبعد كده بنتكلم بقى الالكتروفيسيولوجي تيم تعالوا الحقونا شوفوا ايه الوضع، ايه اللي بيحصل للبيبي ده. طيب مفيش كارديو بالمونري كومبرومايز برضه نارو او وايد. لو نارو برضه بروبابلي سوبرا فنتريكولار تاكيكارديا، نفس الحكايه اللي هي البي ويف ابسنت او ابنورمال، ونفس اللي هي الكاركترستكس بتاعتها. طيب ما نستنى شويه كده ونشوف نعمل فيجل ستيميليشن جولد فومنتيشن، نشوف نقدر نريفرس الاس في تي دي ولا لا. طيب ما عرفناش او الوضع ما يعني ما رجعش للنورمال بتاعه، لا نبتدي نشوف الدراجز بتاعتنا برضو زي الادينوزين يعني. طيب لو فنتريكولار تاكيكارديا ريجلر مونومورفيك او كده، خلاص برضو الادينوزين بتاعتنا. وبرضه هنرجع لل اي بي اس تي عشان يقدر في كذا موداليتي ممكن يعملها، ممكن ابليشن حاجه كده بيخش بالقسطره وبيعمل ماب للالكتريكال اكتيفيتي بتاعت الهارت نفسه وبيشوف ايه هني فوكس ويقدر يعمل لها ابليشن، او ممكن توصل للاي سي دي يعني اللي هو الانتراكرونري ديفايبريليتر، اللي هو الانتراكارديك ديفايبريليتر اللي هو يعني بيدي ديفابريليشن لما بيلاقي ان الويفز بتاعت الهارت مش يعني مش منتظم. ودي طبعا الدوزز برضو قلنا ان احنا ما بن يعني احنا الدي سي بتاعنا مين اللي بيبقى سينكرونايزد في الاريزمز دي، بيبتدي من نص الواحد جول بير كي جي اب تو 2 او 3 جول بير كي جي كمان. والدراجز بتاعتنا اللي هي ادينوزين اللي هي 0.1 ملي جرام بنديها 1 وسكند دوز، وفي السكند دوز احنا بنزود الدوز بتاعها. ثانك يو.
شكرا دكتور حسن على المحاضرة العظيمة ليك وعلى الوقت الرائع برضه. دكتور حسن محاضرتك حلوة. ممكن ناخد أسئلة لو عندك. دكتور حسن حالات الاستيتي بنشوفها كتير في كل السيتنج ومش دايما النتيجة المطلوبة بتجيب النتيجة تمام. مش دايما الأتنزين بيبقى متوفر تمام. فإيه الأوبشنز اللي بعد الأتنزين اللي احنا ممكن نبتدي بيها وتكون سيف؟ دراجز في ممكن تبتدي بالبيتا بلوكر، ممكن البيتا بلوكر ممكن يفرق معك شويه. اندرول اي في ممكن لو متوفر الاسمولول كمان هيبقى هو رابيد اكشن وشورت ديوريشن الترا شورت يعني ما بيتواجدش في اماكن كتير. هو بيتا بلوكر يعني لو انت مش هتنزل هو بيتا بلوكر. لا في ناس بتستعمل في الاطفال لحد دلوقتي الايزوبتين والحاجات دي ده ممنوع في الاطفال. اسئله؟ تسلم ايدك يا شباب. الله يخليك.